التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام. أعلنت في هذه اللحظات انطلاقة أول أشواط الصعوب للجعدان، نتمنى التوفيق لكل الأسماء. أتقدم مع المركز الأول وتابع الصدارة والمقدمة سلهود عمر بن معيوب بن سلطان بن يابر آل مطوعي، يتقدم على المركز الأول يقدم سلهود مرسال، القادم على المركز الثاني لحمد بن سعيد بن حمد المدهوشي، والمركز الثالث يأتينا في هذه اللحظات شعار محمد بن مطر بن راشد بن سعيد المزروعي، على المركز الثالث يقدم شاهين، والمركز الرابع ضرغام الهلال بن محمد بن طراف المنصوري، والمركز الخامس القادم شاهين لعمر بن محمد علي بن محمد بن مصلح الاحبابي القادم مع شاهين على المركز الخامس. ولكن عوده مع البدايه، عوده مع الصداره، سلهود على المركز الاول، اول انطلاقات الجعدان الصعوب لمن من هذه الاسماء؟ سلهود، سلهود على المركز الاول، عمر بن معيوف بن سلطان بن يابر المطيعي يقدم سلهود، المركز الثاني ضرغام مع بن طراف بن مصلح، بن مصلح القادم مع شاهين علي بن محمد بن مصلح الاحبابي، اللحظات الاخيره سلهود، سلهود ولا شاهين؟ شاهين بن مصلح يتقدم على المركز الاول، تهانينا والناموس لعلي بن محمد بن مصلح الاحبابي على فوز شاهين بالمركز الاول. المركز الثاني وصل سلهود لعمر بن معيوب بن سلطان بن يابر آل مطوعي، والمركز الثالث ضرغام الهلال بن محمد بن طراف المنصوري.